مرحبا بكم أعزائي المتابعين، وصلنا إلى صفحة 79 من مادة النشاط لكتاب الإنجليزي الصف السادس الابتدائي. Lesson 4 الدرس الرابع B. Read these verbs. اقرأ هذه الأفعال. Add a noun to each verb. وأضف اسما لكل فعل. Number 1. Brush your teeth. قم بتفريش أسنانك. Number 2. Slice the potatoes أي قطع البطاطا شرائح. 3. Peel an orange قشر برتقالة. 4. Draw a picture ارسم صورة. 5. Click on the button انقر على الزر. 6. Spread the butter امسح الزبدة. 7. Open the fridge. افتح الثلاجة. 8. Close your bag. اغلق حقيبتك. 9. Read a story. اقرأ قصة. وطبعا هذه الأسماء تستطيع استبدالها بأي أسماء تخطر على بالك وتأتي بتناسب مع الأفعال هذه. C. Play the instruction game. العب لعبة التعليمات. Tell your partner what to do. أخبر شريكك ماذا تفعل. مثلا brush your teeth أو stand up أو close the door وهكذا. هذا هو تدريب في الصف. Unit 6 Lesson 5 الدرس الخامس من الفصل السادس. Look at the pictures. انظر إلى الصور. Say what you can see with your partner. وأخبرنا ماذا تستطيع أن ترى مع زميلك. الكلمات هي gas bottle أي قنينة غاز. oven gloves أي قفازات للفرن. broken glass زجاج مكسور. cleaning material أدوات تنظيف. hot saucepan مقلاة ساخنة. clothes iron مكواة ملابس. mats أي أعواد ثقاب. فهنا I think picture one is أعتقد أن الصورة الأولى هي. وهنا نكتب كل اسم تحت كل صورة. فالصورة الأولى هي gas bottle أي قنينة غاز. الصورة الثانية hot saucepan مقلاة أو قدر ساخنة. الصورة الثالثة clothes iron أي مكواة ملابس. الصورة الرابعة oven gloves قفازات للفرن. cleaning materials دي النقطة الخامسة أي أدوات تنظيف. النقطة السادسة broken glass زجاج مكسور. والنقطة السابعة mats أعواد ثقاب. هذا الحل للصفحة 80. إذا كان حلي سريع فأوقف الفيديو وأقرأ الكلمات التي وضعتها تحت كل صورة. فأنا قد قرأت طريقة اللفظ. يجب على الطالب فقط الترديد وإضافة الكلمات. Lesson 5 الدرس الخامس. Lots of accidents الكثير من الحوادث happen تحدث in the kitchen في المطبخ. You must be careful يجب أن تكون حذرا. فيطلب منا هنا في هذا التمرين This is what mom said هذا ما قالته أمي. Complete her sentences أكمل جملها. لنكمل معا. Number 1 أولا Don't play with لا تلعب ب ماتس أعواد الثقاب. Number 2 Don't use electrical things لا تستخدم أشياء تعمل على الكهرباء like clothes iron مثل مكواة الملابس. Number 3 Don't put hot saucepans on the front of the cooker لا تضع المقلاة أو القدر الساخن بمقدمة الموقد. Number 4 Don't pick up لا تلتقط broken glass without gloves الزجاج المكسور بدون قفازات. 5 Don't touch لا تلمس gas bottles قناني الغاز. 6 Don't open bottles of cleaning materials لا تفتح مواد التنظيف. وأخيرا number 7 سابعا
Use oven gloves to hold hot things. استخدم قفازات المطبخ للإمساك بالأشياء الحارة. هذا الحل. See, listen and check your answer. تفقد أجوبتك طبعا. هذه الأجوبة مؤكدة وهي من المقاطع الصوتية. D. Read some of the kitchen rules. اقرأ بعض قوانين المطبخ. You mustn't touch a gloves iron. لا يجب عليك أن تلمس مكواة الملابس. When it's on, عندما تكون بوضع التشغيل. You can easily burn yourself. فمن السهولة أن تحرق نفسك. You must use oven gloves. يجب أن تستخدم قفازات الموقد to hold hot things للإمساك بالأشياء الحارة. Because you can burn yourself. لأنك من الممكن أن تحرق نفسك. You mustn't play. لا يجب أن تلعب with matches بعواد الثقاب. Because you can start a fire. لأنه من الممكن أن تبدأ بحريق. طبعا لا يجب أن نفعل هذا. هنا هذه الصح والخطأ لا تعني أن جمل خاطئة أو صحيحة، وإنما أفعال لا يجب أن نفعلها أو يجب أن نفعلها. فهنا يجب أن نرتدي قفازات المطبخ، وهنا لا يجب أن نستخدم أو نلمس مكواة الملابس، وهنا لا يجب أن نلعب بأعواد الثقاب. وأخيرا You mustn't open bottles of cleaning materials. لا يجب أن تفتح قناني مواد التنظيف. They are not safe for children. إنها ليست آمنة للأطفال. هذه قواعد يجب أن نقرأها ونحفظها بدون حل، فهو ليس تمرين يجب حله. Write another kitchen rules. اكتب قانونا آخر للمطبخ. أنا هنا كتبت You mustn't touch hot saucepans. لا يجب أن تلمس القدور الساخنة. Because you can burn yourself. لأنك قد تحرق نفسك. Unit 6 Lesson 6 الدرس السادس من الفصل السادس. Situation و reason. أي situation الوضع و reason السبب. مثلا هنا I am hot. أنا أشعر بالحر. فعندما ربط جملة بها وصفا لوضع ما يجب أن نضع بعدها السبب. فمثلا I'm hot. أنا أشعر بالحر. Because بسبب I'm wearing a thick sweater. لأنني أرتدي سترة سميكة. فإذا القاعدة للوضع والسبب هو أننا إذا شرحنا وضعا ما مثلا I'm hot, I'm sick, I'm tired وهكذا، يكون وضع السبب بالطريقة التالية. أولا نضع كلمة because بسبب، ثم نضع verb الفعل، ثم نضع الاسم. فهنا وضعنا because بسبب I'm wearing. أنا أرتدي. طبعا I'm هو الضمير يجب أن نضعه تبعا للجملة. إذا كانت الجملة I'm فيجب أن نستخدم I'm، إذا كانت he فيجب أن نستخدم he، ثم الفعل wear وبها ing لأنه فعل مستمر. Because I'm wearing a thick وهو الاسم a thick sweater أي سترة سميكة. فإذا the reason tells us why أي أن السبب يخبرنا هو بالإجابة لكلمة why لماذا. فمثلا why are you hot لماذا أنت تشعر بالحرارة، فالسبب because I'm wearing a thick sweater لأنني أرتدي سترة سميكة. لنطبق هذا الكلام في هذا الحل. Write the numbers to complete the sentences. اكتب الأرقام لإكمال الجمل. Number one. طبعا هذه الأرقام. Number one. You need to stop. You need to stop. تحتاج أن تتوقف. Number two. There are. هنالك. Three. You must protect. يجب أن تحمي. Four. Cars need to see. السيارات تحتاج أن ترى. They should be. You can't ride. لا تستطيع القيادة. هذه الجمل سنضعها في المكان المناسب. Number one, you should wear. يجب أن ترتدي a helmet. خوذة. Because بسبب. You must protect your head. Because you. ثم الفعل must protect. يجب أن تحمي your head. رأسك. فإذا هنا رقم ثلاثة. Number three. To check your tires. تفقد إطاراتك because بسبب they
should be. they هو الضمير ثم الفعل should be hard لأنها يجب أن تكون قوية. ولا number five. number three. your brakes فراملك are important مهمة because sometimes لأنك because sometimes لأنه في بعض الأحيان you الضمير need الفعل to stop quickly أن تقف quickly الاسم بسرعة need to stop هي الفعل هنا. 4. don't hold things لا تمسك بالأشياء in your hand بيدك because بسبب you الضمير can't ride لا تستطيع القيادة safely بأمان safely هو الاسم can't ride الفعل you الضمير طبعا يأتي بعده because. number 5. you should wear bright يجب أن ترتدي bright colorful clothes ملابس براقة وملونة because بسبب cars السيارات هنا cars تعوض عن الضمير لأننا نتكلم عنها cars need to see you لأن السيارات تحتاج أن تراك. 6. you should look at the road يجب أن تنظر إلى الطريق in front of you الذي أمامك because sometimes لأنه في بعض الأحيان there are هنالك holes in the road حفر في الطريق. هذا هو الحل. والآن B. match the situation and the reason طابق ما بين الوضع والسبب. number 1. he has a stomachache لديه ألم في المعدة because he ate too many sweets لأنه أكل الكثير من الحلويات. number 2. she is in bed إنها في الفراش because she has a temperature لأن درجة حرارتها مرتفعة. 3. we didn't play outside yesterday لم نلعب في الخارج يوم أمس because it was raining لأنها كانت تمطر. 4. he burnt his finger لقد أحرق إصبعه because he was playing with the match لأنه كان يلعب بعواد الثقاب. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. انتظرونا في الدرس القادم بإذنه تعالى ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا وإلى اللقاء.